دخلت 11/9/72، كنت متجند سلاح مدرعات، اتدربت على مدرعات دبابات تي 54 وتي 55، فاختاروا احسن افراد الفرقه بتاعتنا، الفرقه المدرعات دي، فكنت منهم. اول يوم اول الساعه 2 الا شويه كده الطيارات عدت ضربت جوه سينا، رجعت الطيارات، بدا بعد كده المدفعيه تحولت سيناء الى اللون الاسود واللون الاحمر. طبعا حاجانا قرار عبور ان احنا نعبر اخر اليوم، يوم 6 اكتوبر ده اخر اليوم، لما يتم المهندسين عمل الكباري، لان احنا معدات ثقيله، معدات ثقيله من الصعب انها تعبر القناه. عبرنا طبعا على الكباري وبعدد معين، لان الكباري يعني ما تشيلش اكتر من معده او اتنين بالكتير. طبعا انا انصبت فخر الحرب ورحت القصر العيني، طبعا اتعالجت. امي وابويا كانوا مفكرين، كانت الاخبار بتجيهم ان انا مقطوع نصين. طبعا ابويا قابلني قال لي لو كنت تقول لي مين اللي ضربك الخبطه اللي بتقول له هتعمل له يعني. فطبعا امي اول ما استقبلتني على باب البيت قالت انا مش هنعيط لان انا ام البطل. زرعوا العالم، طرحوا الامل، وبقت انا ام البطل. طبعا كانت لي ثلاث اماني قبل العبور. الامنيه الاولى نعبر قناه السويس، الامنيه الثانيه اني نقبل تراب ارض سينا، الامنيه الثالثه نسقط العلم الاسرائيلي ونضع العلم المصري. لو رجع بيا الزمن كنت حارب تاني فقط، ان انا حاربت، ان مشاركه. طبعا الاستشهاد تتمنى نكون معاهم، وبعتبر ان الرجال اللي خاضوا هذه الحرب رجال من بص، رجال ربنا اوجدهم في هذا الوقت ليقوموا بهذا العمل وقاموا به على اكمل وجه.